ايه اللي خلاك تختار ان انت تروح الزمالك مع انك زي ما بتقول كانت فلوس الاهلي اكتر؟ لا انا يعني انا بحب الزمالك، بشجع الزمالك من زمن يعني. فانا يعني الموضوع ما جاش كده برضو. الموضوع انا مضيت في الاهلي، ما حدش كلمني بعديها يعني، ما حدش قال لي اي حاجه بعديها يعني. بس اوريدي كان في اتفاق وكان في شيكات كان انت في خدتها. بس ما فيش يعني الوكيل، ما فيش جديه، ما فيش كلام من ده. فالموضوع الزمالك جه بقى يعني، ولا انت كنت بتتلكك عشان تروح الزمالك؟ هو مش تلكيك، هو الموضوع يعني كان قرار من عندنا من النادي ان انا خلاص هنروح الزمالك. فانا كنت مبسوط يعني، كمان كنا رايحين 18 لعيب جداد في نادي الزمالك، فده كانت حاجه كويسه. في السنه اللي احنا رحنا فيها الحمد لله خدنا الدوري وخدنا كاس الكاس والسوبر، مظبوط، ثلاث فحققنا بطولات. اللي احنا عايزينه يعني الحمد لله. عملت موسم استثنائي مع الزمالك. لو رجعنا لورا شويه وانت كملت في الاهلي، بس هل تفتكر ان انت كان ممكن يبقى عمرك في الاهلي اكتر من عمرك بالزمالك؟ ممكن كان ممكن نبقى كده، ان يعني في الاهلي ممكن بيصبروا على اللعيبه شويه يعني. في الزمالك احنا يعني انا استعجلت ان انا يعني الفتره الاخيره ما كنتش بلعب، فكنت عايز العب، وانا ما بحبش اروح اي حته يعني، اي مكان عايز اروح وعايز العب، خلاص مش هلعب هنا اروح مكان تاني. فانا في الزمالك حسيت في الاخر ان انا مش هبقى موجود، مش هلعب، فطبيعي ان انا طلبت ان انا امشي ورحت سموحه في الوقت ده. وما كده رجعت للزمالك تاني بعد رجعت العودة. لعبت سنه في السموحه، وكده رحت الاتحاد عملت موسم كويس، ورجعت الزمالك سنه يعني. وبعد كده رجعت الاتحاد بقى، قعدت 5 سنين في الاتحاد، دي كانت من احسن 5 سنين قضيتهم في حياتي يعني.